تردد قناة الموقف العراقية الإخبارية الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2023. القمر الصناعي نايل سات التردد 11373 11373 الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل، التصحيح 5/6، الجودة HD. اسم القناة لقائمة القنوات الموقف تي في. تردد قناة الموقف العراقية الإخبارية الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2023. القمر الصناعي نايل سات التردد 11373 11373 الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل، التصحيح 5/6، الجودة HD. اسم القناة لقائمة القنوات الموقف تي في.